اليوم بشكل خاص بضيف عزيز جدا، هو الدكتور ميشيل عبس. أردنا أن تكون محاضرته اليوم شاملة لطلاب لاهوت ولطلاب الكلمة الذين حضروا هنا في هذا الحفل، وللذين يتابعونا عن بعد من طلاب الكلمة وCTV وصوفيا، ونشكره على تلبيته دعوتنا هذه في هذه الليلة. الدكتور ميشيل عبس هو أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، وهو اختصاصي في الاقتصاد وعلم، ويحمل شهادات بكالوريوس ماستر دراسات عليا في هذين الاختصاصين، كما يحمل دكتوراه في علم الاجتماع الاقتصادي. الدكتور ميشيل عبس هو أستاذ جامعي منذ 45 سنة، وهو حاليا يشرف على أطروحات دكتوراه في جامعة القديس يوسف في بيروت، وهو عضو في لجنة أخلاق البحث أو أخلاقيات البحث العلمي. منذ عقود يعمل ويحمل خبرة واسعة في إدارة الأعمال وفي التربية وفي التنمية والتخطيط والإدارة. هو ناشط في المجتمع وله باع طويل في الحوار بين الأديان وبين الحضارات وبين الثقافات، ويدعم ويشجع على العدالة الاجتماعية وعلى التنمية الاجتماعية والثقافية، وهو يشجع أيضا على الحوار بين الحضارات وعلى العدالة والانفتاح في كل الميادين. أراد الدكتور ميشيل عبس أن يتوجه اليوم إلى كل طلاب اللاهوت الحاضرين والذين لم يستطيعوا أن يحضروا من طلاب البرامج أونلاين بمحاضرة ينقل إليها من خبرته في علم الاجتماع، ويجمعها أيضا من خبرته في العمل الكنسي لعقود طويلة. وعنوان المحاضرة التي سألقيها اليوم هي الكنيسة والمجتمع، المؤسسة والقيادة. أهلا وسهلا بك دكتور ميشيل عبس في معهدك. ونحن ننتظر بشوق محاضرتك. طيب فينا ننزل هذا شوي. يسعد مساكن. نفتحه. حبيبي.
يسعد مساكم. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. كلفني الاب العميد فشرفني ان اتوجه اليكم الليله في يوم التخرج حول موضوع يهم الكنيسه ويهم القيادات الكنسيه عاطمه هيك. واردت ان تكون مقاربه تهم المتخرجين وتهم غير المتخرجين أيضا، ترتبط بعلاقة الكنيسة بالمجتمع وبفعل الكنيسة في المجتمع. من منطلق اختصاصي في الاقتصاد، نحن جامعة الاقتصاد عندنا على طول هاجس الفعالية وهاجس منع الهدر، وهذا الشيء بسميه أرنولد تويمبي to make benevolence scientific، أن يكون العمل الخيري والعمل التطوعي علمياً، مش أن يكون ناتج شفقة أو عاطفة أو محبة آنية فورية وبعدين تتلاشى. من هون يعني من وقت ما عملت في المجلس كان الشرق أوسط بالثمانينات، من 81 لل90 كنت مدير برنامج لبنان، كان عندي على طول هاجس تطبيق البارادايم، النموذج العقلي الإداري، والأبونا بيفهم مظبوط لأنه هالشيء لأنه حضرته بالإدارة الأعمال في الأساس على علمي، الإداري والإفكاسيتي الفعالية في المجال الاجتماعي والإنساني، لأنه لاحظت قديش كان في العاطفة غالبة على هالمجال هيدا. ومقاربتي كلها مرتبطة بين الاقتصاد وعلم الاجتماع، يعني بدي يكون على علاقة بين تحديات الكنيسة في المجتمع، وبذات الوقت بدي يكون على علاقة بتحديات الداخلية، كيف هي ستتوثب أو تتحضر لكي ترد على تحديات المجتمع. رح فرج شريطين سريعين جدا للأول يعطوا فكرة شو هن أشكال التحدي اللي ممكن تعيشه الكنيسة في المجتمع. خلينا نشوف هذا الأول، لا مش هيدا عفوا، أما بيطلع صوت من هون. هيدا أول شريط. An 11-year-old angel came to his mom and said, "Mom, شايفين؟ am I a male or a female? Because that's what they're teaching me at school. You can't say male, female. You're insulting. Get a life. Get a life. You're a minister of education. Get a life. Do you think you came out of a male and a male and a female and a female? Are you sick in the head or are you? Which one?" راح الصوت. ما انتبهت لكم في فيديو بالأول سريع. An 11-year-old angel came to his mom and said, "Mom, am I a male or a female? Because that's what they're teaching me at school. You can't say male, female, you're insulting. Get a life. Get a life. You're a minister of education. Get a life. Do you think you came out of a male and a male and a female and a female? Are you sick in the head or are you? Which one? Every human being, no, they came from a male and a female. How dare you? How dare you tell me what to teach my child? I need a fish burger. You're a boy, you're a male. You're a girl, you're a female. You can say that. Sick world, man. Sick world.
you ask any human being, whether they are Christian or human beings, put religion aside. If I ask any human being, is the human race as a race, is it sacred or not? Everyone will say, yes, it's sacred. You can't talk about my race, you're insulting me. My race is sacred. How dare you talk about my race? Okay, then how come on one hand you are making the race sacred and you are desacralizing marriage? Where did this race come from? What is the foundation of the race? Isn't it marriage? If there was no marriage, was there going to be a race? No. So how come marriage is desacralized and race is sacred? Where is the fairness in this? Where is it? And everyone knows we came from parents, Adam and Eve, not Adam and Steve. So all of a sudden, I am discriminating if I talk about my faith, my belief. I have no right. And someone else has the right to say whatever they want, no problem. But the moment I say, I'm a Christian and I believe in this, all of a sudden I'm judgmental, I'm a discriminated person, I am bad, get it? هذا الشريط الأول بيفرجينا تحدي أول عم ينطرح على الكنيسة وعلى المعتقد إيماننا، وعرفنا عن شو بيقصد. يعني كل العلاقات الغلط صارت في العالم، وكل الزواجات المثلية وإلى ما هنالك، هذا بفرجي قديش الكنيسة فعليها تهديد في العالم وخصوصا في أوروبا. هلأ في شكل آخر من التحدي بحب أنه نشوفه كمان بشريط آخر كمان، إن شاء الله يكون سريع مثل هيدا. Good evening. The Office of National Statistics today gave us the updated census figures. They show very big and very rapid changes in England and Wales, in our population, and indeed in our beliefs. Let's just run through some of the headline numbers. Only 46% of England and Wales identify as Christian. Christians are now in a minority, something that would have been completely unthinkable just 20 or 30 years ago. In terms of demography itself, London is now 37% white. Birmingham is 43% white. Manchester is 49% white. The three biggest cities in England and Wales are now white minority cities. Again, that is a massive, massive, rapid change. And one in six Britons are now born overseas. That's up from one in eight just in the space of a few years. So immigration is clearly fundamentally changing the makeup and nature of the country, and that of itself is perhaps not a surprise. But before I get to the Christian angle, the ONS have announced, and by the way, thank you to the very, very keen-eyed viewers and listeners to this program who bombarded me about the Office of National Statistics changing the rules. Well, you were all right. I had it confirmed by the ONS themselves that in future, the next time these figures come out, they will not publish. They will not ask the question of where people were born. They want to hide the truth from you. And that, really, I genuinely believe that this needs to be a very big news story. And I hope that the newspapers pick up on that, because I was shocked to find that out. But the real heart of our discussion tonight is, are we losing our identity? Does it matter? Let me know your thoughts, Farage@gbnews.uk. Well, I think it does matter, because practically everything that Western civilization was built on was Judeo-Christian culture, the Ten Commandments, in a sense, being the fundamental basis for all of our laws, our constitution. I mean, we were built and founded as a Christian country. That doesn't mean anyone's forced to say they're Christian, but to see this drop in just 10 years, from 59% of the population to 46%. That is a very dramatic fall. What's it down to? Well, I have to say, I believe personally that it is a fundamental weakness in the leadership, especially of the Church of England. Regular viewers of this program will know my views on just and well-being. I've never exactly hidden them. But it's almost as if, right throughout the Church of England, they're almost embarrassed by their faith. It's as if they're hiding under the covers. They don't want to discuss these things, even in schools.
which call themselves Church of England schools, there is now a lack of morning assembly, a lack of prayers, a lack of fundamental teaching. And I think, you know, children should actually have those things. And they can choose, when they're older, to accept or reject those ideas. This is part, I think, of the failure of the institutions of this country. I mean, our politics is failing us, but the church in particular is failing us. هذا شكل من أشكال التحدي الثاني اللي هو التراجع الديموغرافي والانحسار للوجود المسيحي في أوروبا. الحقيقة من شي شهر كان عندنا أسقف ترورو ببريطانيا اللي هو مكلف من قبل الدولة البريطانية إنه يتابع قضايا الاضطهاد المسيحيين في العالم، وعمل تقرير فينا نقرب هيدا هيك، عمل تقرير طويل عريض عن خلص مش الحال عن اضطهاد المسيحية في العالم. سألته قلت له أنا إنه أنتم مهتمين باضطهاد المسيحية في العالم، طيب وأوروبا إنه عارفين شو بده يصير فيكم بعد كم سنة؟ بيقول لي لا ما رح يصير فينا شيء. قلت له كنت قبل كم أسبوع بكارلسرو، أبونا جاك كان كمان بمؤتمر مجلس كنائس العالمي، و ناقشنا مع مطارمي هونيك وشفنا انه مرعوبين من هجمه عليهم من العلمانيين او من الالحاد المغطى بالعلمانيه مع بعض الديانات الاخرى اللي عم تتحالف وتتواطأ على المسيحيين. هذه فكره سريعه بس تنشوف كيف الكنيسه تطوق تدريجيا في كثير اماكن، علما انه في اماكن اخرى الكنيسه عم تنتشر تحت جناح الظلام وتحت جناح الاضطهاد. يعمل المبشرون ويبشرون بكميات كبرى ويعمدون كبريات كبرى في البحيرات وفي الأنهر. فنعرف أنه بس في بمناطق كانت تاريخيا تعتبر مسيحية، تعتبر حضارتها قائمة على القيم المسيحية، كيف عم فيها تراجع وكبر التحديات. من هون أنا بدي قارب الكنيسة. هلأ مقاربتي لها مختلفة عن أي شيء ممكن تكونوا شفتوه قبل أو سمعتوه قبل. مقاربتي هي باعتبارها change of paradigm، أي أنه مقاربة مختلفة بالتفكير. يعني الناس بيزروا الكنيسة كراعي وكرعية بطريرك ومطاربي ورهبان وكهني ورعاية. أنا بنظر لها كمؤسسة. أنا بعرف إنه في الجماعة المؤمنة، بعرف إنه في البيعة وفي كل الناس المؤمنة مع بعضها عايشة وبتتفاعل وكل شيء. بس أنا هالمجموعة هيدي بحكم اختصاصي بدي أنظر لها كمؤسسة كمنظمة، as organization مش بس institution. كل عملنا هو institution، أي أنها أمور نقوم بها بشكل دائم وصارت جزء من شرعيتنا وحياتنا اليومية. بس أنا بهمني كيف بدي دير موارد هي بين إيدي وإسمح لحالي أن تكون مملكتي من هذا العالم، لأنه في عندي قيمتين أساسيتين بدي ضل حافظ عليها، من قيمة الوزنات وقيمة أنتم نور العالم. وقال إذا ما عدنا موجودين بيتغير وجه الكون كله، بيتغير في غياب المسيحيين. فإذا من هون مقاربتي وبذهنية كثير مؤسساتية، يمكن ما كثير يستغسروا البعض، بس هاي مقاربتي للأمور، وهي تحفظ طبعا كل المسلمات وكل المقدسات. فإذا مقاربة عمل الكنيسة من زاوية علم التنظيم والمؤسسات organizational science والقيادة المسؤولة والعلاقة مع المحيط، أهم شيء هي العلاقة مع المحيط. إذا لم نكن قادرين أن نقرأ المحيط، يعني المطران تبع ترورو اللي عايش بمنطقة صار تلت ربيعة مش من جماعته، ما بعرف شو هن منين جايين وشو بيأمنوا وعم بيبيعوا الكنائس ويأجروها، ما بعرف كيف بينزلوا لمحيطه. يمكن عايش في غرفة مسكرة على حاله ما معه خبر شو عم بيصير. إذا ما كان عندي سنس المحيط، إذا كانت حساسية للمحيط شو عم بيصير فيه، قدر أرصد المتغيرات في المحيط، بكون أنا أجلي قريب أو بكون إنه انزوائي أو التوائي قريب. طبعاً عرفكم عني الأب القدس الأرشمندرين جاك، و
الكنيسة طبعا هي مؤسسة، هي مكان تجتمع فيه، هذه رمزيتها، الكنيسة يجتمع فيه المؤمنون. بس كمان الكنيسة هي مجتمع وقيادة، ما فيها تكون بس مؤسسات بدون قيادة، بدها قائد وبدها قيادة ذات زخم، يكون عندها مومنتوم قوي جدا. من هيك حتى نشر الأسبوعية تبع مجلس الكنائس الشرق الأوسط سمينا مومنتوم، لأن عم حاول نعمل قد ما فينا زخم في هذا الاتجاه. هذه كثير هالصورة لقيتها رمزية، القائد أو البطريرك طبعا، بس بلغة علم المنظمات هو القائد، الكنيسة هي المؤسسة، وهذا هو المجتمع الذي يدار. لماذا نحتاج أن ننظم حق نفسنا وأن نقوم بتنظيم مواردنا وحسن إدارتها؟ أولا بدي أزيد فعالية الإداء على أساس القدرات. أنا كنيسة، أنا ناس، أنا عندي ناس فقراء، عندي مدارس، عندي مستشفيات، عندي جامعات، عندي منح بدي أعطيها، عندي طوابي بدي مارسها، إلى ما هنالك. بدي أكون قادر زيد الفعالية حتى الموارد اللي عندي أقدر استغلها واستعملها لخير هالجماعة، لأنه كثير مرات تاريخيا اقتنصنا بسبب عدم قدرتنا على استعمال هذه الموارد وتقديم موارد لأهلنا من قبل مرجعيات أخرى. ما بدنا نعمل هدر في الطاقات والموارد، ممنوع الهدر، الهدر خطيئة، هدر خطيئة، بتكون روحت على ناس ثروة أو روحت على ناس شيء ممكن تستفيد منه بحياتها. وتحقيق الأهداف المهددة محددة للمجموع البشري المنظم، في هذا الحال هي الكنيسة، وهي كنيسة الخلاص، وهي التبشير، وهي متابعة المؤمنين طبعا، وقدرة على البقاء والاستمرار للمؤسسة. للمؤسسة هون بشمول فيها مؤسسة والمجتمع الذي تشمله المؤسسة، وتأمين الرفاه والتقدم للمجموعة الإنسانية المنظمة. يعني وقت اللي أنا أكون قادر أمن رفاه وتقدم لكنيستي ولأهلي، أكون عبرهم عم أمن تقدم لمجتمعي ككل، لأن نحن في مجتمعات متنوعة ومتعددة الأديان يعني في منطق اسمه الأوبتمايزيشن، أي الطريقة الفضلة، يعني أفضل نتيجة ممكنة بأقل مجهود ممكن وأقل هدر ممكن بإدارة شؤون هذه المؤسسة. ما هي المؤسسة؟ إنها جماعة من الناس ارتبطت مع بعضها البعض في مسار تفاعلي، في تفاعل طبعا، من أجل تحقيق أهداف مشتركة، هي انطلاقا من عقيدة مشتركة اللي هي عقيدة الإيمان المسيحي. في مثلث فأذن الناس والأهداف والتفاعل، وهن على تفاعل مع بعضهم بشكل دائم. ونوعية هذه المركبات الثلاثة تحدد نوعية الإداء والقدرة على الاستمرار والنمو والنماء، development and growth. فإذا بدي يكون قادر أعمل أحسن إدارة الناس، أحسن التفاعل بيناتهم، أحسن الإداء مشان أأمن أفضل رفاهية وتقدم ممكن. تاريخيا كنيستنا فقرت لفترة طويلة، مرت بفقر كتير، مرت بجهل ومدارسة، حتى بالفترة الحديثة ببعض الأبرشيات في مدارس فلست وسكرت وانتهت، في مستشفيات تعلست إلى ما هنالك. ليش بدي يكون انا هيك بالوقت اللي انا كنيسة غنية بهالشكل، عندي هالقد عقارات وهالقد موارد انسانية؟ كل ما التقى بحدا من هالامكانيات كنت عم نبش على حدا لشي لجنة او لشي وظيفة او لشي استشارة، بنلاقي انه في نوعيات رائعة جدا وفي ناس ما بتهتم فيها. هلا هون بدي امر عليها بسرعة هالنقطة، هي الانساق والمنظمات. هي كل شيء بالحياة هو سيستم، منظومة، الجهاز الهضمي سيستم، والجهاز المصرفي سيستم، والكنيسة هي سيستم، هي مجموع موجود في محيط يتفاعل معه، يأخذ منه ويعطيه. مثل هيدا مثلا هالكاهن اللي عم يحكي، صار في هجوم قيمي على قيم الزواج عنده والعائلة، منظومة القيم عنده صار في هجوم عليها، عم بيجاوب عليها. فإذا كل شيء بالحياة هو منظومات، الكون كله مجموعة منظومات، والكنيسة هي منظومة أو سيستم أو نسق متكامل. الرعية بحد ذاتها هي سيستم على مستوى البلدة أو القرية أو المحلة، والكنيسة ككل البطركية هي منظومة على مستوى المجتمع أو مستوى العالم، لأنها منتشرة في كل أنساق في كل أماكن العالم. هي مجموعة عناصر مرتبطة ببعضها البعض وتتفاعل مع محيطها بشكل دائم، وهذا دور الكنيسة وهذا نوع الكنيسة. نظريات الأنساق صارت بالعلوم الإدارية أساسية جدا، management by systems، و
المنظمة والكنيسة بهالسياق هيدا هي نسق وتتبع منطق الأنساب. هي العلاقة هي عند على طول input output، شو بيجيني من المحيط بياخذ موقفي منه، بياخذ قرار منه وبرد عليه. هلا وقت يجيني تهجم او امور سلبيه بعمل ردة فعل دافع عن حالي، وقت يجيني امور ايجابيه بعمل ردة فعل وبتفاعل معها ايجابيا. دينامية العلاقة مع المحيط يوجه الى النسق في مدخلات الانبوت اوت بنرى اوقف عليها، في ثروبوت اللي هو الثروبوت شغله كثير مهمه، هو فتره الديناميه الداخليه قديش بتتطلب هالمؤسسه وقت حتى تقدر تتفاعل وترد. يعني نحن فتره الاقتناص الكبيره اللي صارت بكنيستنا اي فتره، مين بتذكر اي فتره؟ مش هلا عن هلا صار في عن جديد، بس فتره بدايه الثوره الصناعيه ومجيء الارساليات وبدايه نهايه السلطنه العثمانيه، كانت كنيستنا بعز تعتيرها وبعز تفككها وبعز فقرها، صار في هالهجوم عليها. ثروبوت الداخلي ما كان قوي كفايه يقدر يرد على هذا هذا الهجوم. من هيك بتلاقوا كل اللي هن من كنائس ثانيه مقتنصه هن اصله من الكنيسه الارثوذكسيه، وهذا شيء انا عايشه بشكل دائم وبشوفه بمحيطي. لكن في مدخلات ومخرجات حكينا عنها، في فيدباك بشكل دائم. هلا هون في شيما سريع رح حطوا سيستم في عنده مع المحيط علاقه انتر اكشن، علاقه تفاعل. نحن بدنا نتفاعل على طول مع محيطنا ونكون واعيين. أهم شيء بالمسألة كلها أن نحسن رصد ما يجري في المحيط وأن نحسن تأويل ما نرصده. إذا عملنا رصد غلط منغدر، وإذا عملنا تأويل غلط لما نرصده منغدر بأي متغيرة رح تكون في محيطنا. مثل المطران اللي مش شايف حواليه ببريطانيا أنه أبدا بريطانيا تغيرت، أنه الكنائس عم تنبيع وتتأجر، وبألمانيا مش أحسن كمان. أنا قعدت بوقت كنا بكارلسروه قعدنا مع مطارني كاثوليك مع مطارني إنجيلي، واتنينتهم مرعوبين من الحالة اللي عم تصير بمحيطهم. قلت لهم مش حاسين بشي غلط؟ يعني أنت رح توقفوا وتدافعوا عن إيمانكم عن معتقدكم، هاجمين عليكم هن إنه أخذينهم بالشعور بالذنب إنه أنتم ذبحتوا اليهود وعملتوا، وليك عم يستعملوا عليهم الملحدين والعلمانيين واليهود والمسلمين. دينامية العلاقة ما هيدي الشمايات خليها لبعدين للمختصين بهالموضوع بشوفوها، الانبوت الاوتبوت والبروسيسينج ما بدي اتوقف عليها كثير. هيدا بفرجي كيف مثلا النظام الصحي بمجتمع هو نظام منظومه سيستم، سيستم الصحي في بقلبه مستشفيات ومستوصفات والعيادات والتامينات الصحيه، كل نظام الطوارئ الصحيه، كل شيء بالمجتمع بيشتغل بهالمنطق هيدا. كنيستنا مجموعه الارثوذكسيه هي سيستم. هلا شو اللي عم بيصير بهالسيستم الارثوذكسي العالمي؟ شو عم بيصير فيه؟ عم بيصير فيه امعان في تخليعه وفي توجيه السهام اليه وتوجيه الاذى اليه. الكنيسه كمنظومه هيدي شيء ما بفرجي كيف في عندها، طبعا على الفوق في عندها الرب اللي هو رب الراعيه واللي هو اساس العقيده تبعها، في عندها الرؤيه ان شاء الله يكون بيشتغل هيدا. في عندنا فوق العقيده الفيجن والكوميونتي اللي هي الفيجن هي رؤيتنا، رؤيه الايمان تبعنا. في عندنا كل البقيه الايفانجلايزنج ديسيبلينينج جاذرينج كونكشن. بعدين في الفاينانشال في المالي وفي الفاسيلتيز اداره الاماكن، في الحياه الروحيه وفي التعليم وفي التواصل وفي الكوميونتي ريليشن وسمول جروبس منس، يعني كله هيدا مجموعه بتشكل منظومه الكنيسه اللي بدها تشتغل. يعني الكنيسه ما فيها تبقى بقى لحد هلا ومن هلا ورايح، لا ضل تركيبه بسيطه سامبل، بس هي تركيبه معقده. نحن صرنا بعكس بعصر ما يسمى الكومبلكس اورجانيزيشن، ما عاد في منظمه غير معقده انها ترد على المحيط، لانه المحيط صار معقد بدها تتحضر حتى ترد عليه اكثر. تاقلم مع المحيط، شو لازم تقوم المؤسسة أو المنظومة حتى ترد على المحيط؟ بدها تتواصل مع المحيط، بدها تعمل توافق adaptation معه، إذا قدرت تعمل adaptation ضمن حدود، مش إذا كان مثلا صار في زواج للمثليين إنه أنا والله بعمل adaptation تفضل وعمله بتكوني، أو بعمل أي قبول بأي مشكلة أو بأي إشكالية أخرى في العالم. توافق ضمن المقبول.
بعمل ريجوليشن، بعمل تعديل لعملي حتى اكون اقرب الى حاجه الناس، واذا اضطريت بعمل تحولات كبرى. بس هون صار صرنا عم نشتغل، عم نعمل تعديل في عمق العمل، وفي المرحله النهائيه بتصير تجدد، رينوفو، رينيول، بتكون ساعتها في حاجه ل طبعا كنيستنا انا عايشها من الخمسينات، وقت خلقت فيها عشت كيف كنت بتذكر تماما كيف تطورت، واكثر من مره كنا بحلقات مع حركه شبيبي ومع كل القيادات اللي كانوا من وقت ما انا ترعرع وشفت كيف عم تطور. انا كباحث اجتماعي وبراقب الظواهر وبشوفها، شفت الكنيسه كيف عم تعمل كنيسه لفتره رينيول، صار في رينيول فعلي في الكنيسه، ما اكتفت بشويه ترانسفورميشن وادابتيشن، عملت رينيول بواسطه كثير من النشاطات اللي كمان اللي ذكرتها منها حركه شبيبه تاريخيا اللي انا ماني عضو فيها، بس انا بقدر كل مؤسسه شو عم تقعد تعمل. هلا كل مؤسسه فيها البعد الرسمي وغير الرسمي، في بنيه رسميه بالكنيسه اللي هي الكليروس المؤسسات تبعها، في المجموعات غير الرسميه اللي هي الرعايا والناس. بس هون كمان انا مع الوقت بدي احولهم كلهم لمنظومات، للجان ولهيئات ولمجموعات، ما يكون انه ناس بيجوا عامه وبروحوا يمكن التقى فيهم يمكن ما التقى فيهم بالسنه مره او بالموسم الميلادي او الفصحي او غيره، لا ما فيها تضل كلها انفورمال، بتكون مجموعه مخلعه ومجموعه مايعه. المنظمات الرسميه هي ذات حدود، يعني الكنيسه عندها حدود، غير الرسميه ما لها حدود، يعني الرعاية عايشين مع ناس تانيين، بس المؤسسة إلى حدودها ومعروفة مين مرجعها، إلى إدارتها، إلى أبنيتها، إلى محاسبتها، إلى كل الكيان الرسمي تبعها. هلأ الالتزام بالمؤسسات، في الالتزام الأول والالتزام الثانوي، هون بتيجي دور التربية المسيحية، أنه في بالمؤسسة الكنسية التزام أولي مبدئي اللي هي الناس بسموه primary affiliation، يكون واحد عنده انتماء كان لهالعمل، متابع لكل الامور. بحالتنا نحن بكون يعمل في المؤسسات، يذهب الى الصلاه على كل يوم او كل احد او حسب، متابع المواسم كلها. في منهم انه علاقتهم بالكنيسه انه انا مؤمس بس ماني براتيكان، يعني ماني تشيرش جوور، انه علاقتي ثانويه، يعني اجت بنغني وراحت بتغني، بروح من وقت لوقت شارة للناس والجيران والاصحاب وفور رعيه حبوب والى اخره، اجا النطران صلى واجا بطرك صلى مش اكثر. هذا ما في يكون التزام بالكنيسه، بده يكون في التزام اولي، برايمري ابارتنانس بريمير مش ابارتنانس سكوندير. هلا طبعا وقت يكون في الانتاج، وقت يكون في انتماء اولي بكون الانتاج افضل. هلا اهداف المؤسسه، اهداف المؤسسه تحدد في انطلاقتها، بس نحن مش بحاجه لهالشيء. الكنيسه أسسها السيد من 2000 سنة، انطلاقتها واضحة أهدافها. أهدافها هي في، بس نحن بعملنا بالمؤسسة بتطبيقنا لها المعتقد على مدى 2000 سنة، وهي بضل ذكر الناس أنه أنتوا حاملين إيمان عمره 2000 سنة، ما فيكم تتنازلوا عنه، ما كنت حافظوا عليه وتستمروا فيه إلى ما هنالك. فإذا في استشرافية وفي سياسية وفي عملانية، يعني strategic policy and management او practical، يعني طويله الامد، متوسطه الامد او التطبيقيه المباشره والتنفيذيه. طبعا بدها تكون العلاقات الافراد متضافره، وهون اهميه القياده في الكنيسه، مثال القياده بعد شوي، انها تقدر تضبط المجموعات وتخليها هي قدرت تفعل ضمن الكنيسه. طبعا هون ما في الزم الكل انه يكونوا كلهم مثل بعضهم بيتصرفوا بنفس المنطق، نفس الانتمائيه او نفس العمق في الانتماء او في الممارسه، بس بقدر انا ككنيسه اقدر اعدل علاقاتي معهم بشكل انه اقدر خليهم كلهم يكونوا انفولفد بشكل او باخر. مواردها، موارد المؤسسه، يعني اذا بدي افكر بس مثلا الموارد الاساسيه هي الموارد الانسانيه، راس مال البشر، مهارات والكفايات. ما في لزوم خبركم انطاكي شو عندها من كفايات والمهارات والدرايه، درايه النو هاو والقدره على التحليل والتاويل، يعني نوعيه الكليروس عم تتغير. انا عشت نوعيه الكليروس، بعتذر منكم اذا قلتها، بعتذر منكم ابونا، عشت نوعيه الكليروس كانت مخيفه، عم شوف نوعيه الكليروس عم تصير، عم نحس الفرق. انا كباحث اجتماعي بشوف الفرق
اكيد الناس كلها بتشوف، بس انا بنظر لها من منظار يعني مقارنه مع الماضي، كيف كانت الوضع، كيف صار الوضع هلا. في نقله نوعيه مثل ما حكينا من شوي، في رينوفو، صار في قدرات عاليه عند كل المتعلمين. انا ملتقى بكهنه اميين، ملتقى بكهنه بخجلوا، بعتذر منكم على التعبير، ارجوكم اعذروني، بس بالفعل تتحسوا انه مشكله هو وجودهم بالكنيسه. بعملي بالمجلس التقيت فيهم هالناس، اصطدمت فيهم كمان لانه حسيتهم ما بيعبروا عن الكنيسه. هلا لا، في غير وضع، كله في علم، هذا المعهد شو عم بخرج، معاهد الاخرى كله عنده سويه تقنيه عاليه، بيستعمل التكنولوجيا، عندهم بالمناقشات عندهم قدرات على التحليل والتاويل والتواصل طبعا الى ما هنك، والقياده، القياده اهم شيء بنرجع لها بعدين. هلا في الموارد الماديه، هي موارد غير الانسانيه، راس المال، اموال المنقوله، شو في اموال بالكنيسه، اموال غير المنقوله، هون مش رح اخبركم انطاكي شو عندها، كلهم بيعرفوا اكثر مني شو عندها، بالنسبه لها شو عندها املاك وابنيه ومؤسسات، يعني اذا بتحب تجمع انطاكي كل شيء عندها اياه من هون لامريكا اللاتينيه واستراليا، بنشوف انه عندها مقدرات كثير عاليه، كثير ضخمه ككنيسه، وأموال قانونية، يعني شو عندها، رخص أذونات، رخصة الجامعة، رخصة المدرسة، رخصة المستوصف، رخصة الجمعية الخيرية، وإلى ما براءات اختراع طبعا حسب ما في مقتنيات أو أذونات حصرية. كمان بالموارد، في الموارد الثقافية اللي هي أغنى شيء عندنا، الموارد الثقافية هي التي ينتجها المجموع الإنساني اللي يكون المنظمة، منظمة يعني المؤسسة نحن. في الموارد الثقافية اللي أساسها المعتقد، أساسها العقيدة المسيحية، الإيمان المسيحي، بعدين شو انتجت ليتورجيا وشو انتجت ثقافه وفكر، كمان كميه الانتاج الفكري بنشوف انه عاليه جدا، شوف انه في ثقافه كمان كونت بالكنيسه، في ثقافه ارثوذكسيه، ثقافه انطاكيه، اللي هي بتشكل الرابط، اقوى رابط بين المجموعات كلها هي رابط الثقافه، في الانتاج الفكري والبحثي، في الانتاج الفني على اختلاف ابوابه، رسم الايقونات، الاغاني، الاناشيد، التراتيل، الكتابات، طبعا مش هخبركم عن بألفوا أناشيد وبألفوا القصائد أو بألفوا تراتيل وبيعملوا لها الألحان اللازمة، الإنتاج الثقافي كمان، وكل هذه العلاقات تشكل ثقافة المنظمة. ما رح فوت بثقافة المنظمة بحد ذاتها لأنه هذا موضوع عويص وطويل جدا، هو لحاله بده شابيترات. ماذا تتخذ كقرارات المؤسسات، قرارات استراتيجية على المدى الطويل، إنشاء مثلا جامعة البلمان كان قرار استراتيجي، إنشاء معهد هون كان قرار استراتيجي، إنشاء مستشفى ما بعرف، في قرارات استراتيجية طويلة الأمد، في قرارات سياسية مش معنى political policy making اللي هي سياسة عمل المؤسسات، والقرارات العملانية اللي هي قرارات التنفيذية. قرارات استراتيجية هي الأهداف الكبرى، هي بعيدة المدى وقد تمتد لأجيال، وعم نشوف قديش عم تمتد لأجيال. شفنا في أشياء تأسست من زمان كيف صارت، مثلا نشوف مثلا مدرسة مرجع عيون، مين أسسها وإمتى أسسوها وكيف بنوا النطرانية فوق إلى آخره. وطبعا برجع لقدرة القيادة المحلية غير القيادة المركزية العليا اللي هي العقل المدبر للكنيسة، القيادة قديش عندها وعي للأجيال التي لم تولد بعد، هي تعبر عن الرؤية لدى القادة وقادة الرأي في المنظمة، وهي تلزم المنظمة برمتها، ويمكن تعديلها من فترة لأخرى حسب ضرورة وحاجات تطور العمل. قرارات سياسية والتكتية اللي هي policy decisions، بدنا نتوجه بهالاتجاه أو مش بهالاتجاه على المدى المتوسط والقصير أحياناً، ويمكن تحدد مسار العمل ايضا ولكن ليست على المدى الطويل، تحدد معايير التعامل مع المحيطين الداخلي والخارجي. على طول في محيطين، في المحيط الداخلي اللي هو مكونات المؤسسه، في المحيط الخارجي اللي هو محيط المؤسسه، وهن على تفاعل مع بعضهم بسموها تيوريد لكونتينجانس، كل شيء بيصير جوا هو له علاقه باللي عم يصير برا، والخارج ينعكس دائما على الداخل، والداخل يحاول ان يفعل في الخارج، وهي قرارات مرنة وقابلة للتعديل على المدى المتوسط أو القصير. قرارات العملانية هي تشمل قرارات الترصيل، يعني الميزانيات والبادجيتنج وغيره، قرارات التنسيق والإدارة، وهذا كمان هذه كلها متناسقة مع بعضها، بدها تكمل بعضها،
والا تتعرض المؤسسه لكثير من الهدر ولكثير من المشاكل. العملانيه هذه ذكرنا، ترصد الاموال، ترصد المعدات والتقنيات، وترصد الموارد البشريه، وهي جزء من تفويض السلطه. العمليه اللي عمرو عليها بسرعه لانه فسرناها شوي، هذا هون حاططها كثير يعني مفصله حتى اللي يحب يقتنى الوثيقه بعدين. هلا ديناميه التطور المؤسسي، كل مؤسسه او كل منظمه قايله حكما الى التطور بحكم تغير المحيط وحاجات الافراد المرتبطين بها. محيطك عم يتغير، بدك تجرب تعمل تتعدل حالك معه وتعمل تغير معه. التطور يشمل ديناميات ثلاثه: التمايز، يعني الذي يؤدي الى الاختصاص، الذي يؤدي الى الذي يحتاج الى تكامل. باي معنى؟ بمعنى انه عندما يصير في محيطي، بمحيطي انا متغيرات جديده بدي اخلق لها بالديفرنشيشن عندي جوا هيئات جديده بتتعامل معها. شو صار في مثلا مشكله البيئه؟ بدي اخلق مجموعه بيئيه في الداخل بدها تكون متخصصه بالبيئه، بدها تكون متكامله مع بقيه المجموعات. اي شيء بيصير بالخارج بده يكون في مقابله شيء بالداخل ولا بكون غايب عن الوعي. اي شيء بيصير، اي ظاهره بتصير عن بعيد او قريب بدها تاثر علي، بتكون عندي عقل استراتيجي افهم اذا رح تاثر علي او لا، الى اي مدى رح تاثر علي، بتكون قادر اني اخلق لها الاورجن، الهيئه الداخليه بدها ترد عليها وتتعامل معها. هيك بيصير في تطور، هذا بسموه الكور سيستم، بالتقدم في الاداره. التمايز شرحتها مش اوقف عليها كثير كمان، هي خلق هيئات جديده. والاختصاص، هيدا ما في تمايز ولا اختصاص، وبدي انا اخلق هيئات جديده بتكون هيئات مختصه ولا بكون عم كرر اللي عندي جوا. واذا ما قدرت اخلقها بكون انا متاخر عن ركب التقدم في المحيط عندي. التكامل هو لو اصير في اختصاص بصير في مجال عند الناس يبعدوا عن بعضهم. التكامل يجمع الناس مع بعض، يضلوا تحت إدارة قائد واحد عم يشتغلوا باتجاه واحد. بنية وتركيبة المؤسسات الفعالة، كل مؤسسة فيها رأس استراتيجي، فيها إدارات وسيطة، فيها مواقع تنفيذية، فيها تكنوقراط ومستشارون، وفيها وظائف الدعم العملاني. هذا شيء أكيد عايشينه كلنا، بس ما بنسميه هيك لأنه مش اختصاص الناس، بس انا بعطي اسمه كاختصاصي. راس استراتيجي ملكات العليا والقيادات، يعني بحالتنا بطريركيه والمجمع المقدس، يشرف على العمل المنظمه ومسارها، يمارس الرقابه المباشره، ترصيد الموارد. هلا هون ما فينا نطبقها 100% على انطاكيا، لان انطاكيا فيها لا مركزيه، انا شخصيا بعتبرها مفرطه، وانا بعتبرها انه من احدى نقاط ضعف الكنيسه، وعملت عدة مشاريع مشان هالشيء ما يكون موجود، لأنه لازم يكون في مركزية أكثر. مركزية مفرطة بتسربي للعمل، ولا مركزية مفرطة بتشرذم العمل. ضروري يكون في توازن بين الاثنين، بين مركزية ولا مركزية حسب الوضع. يراقب المحيط طبعاً على المستوى استراتيجي، يتعاطى بالأمور الكبرى، ويؤمن التوافق بين استراتيجيات المنظمة وحاجات ديناميات المحيط. شو عم يصير بالمحيط بده يكون قادر اتفاعل معه أنا. إدارات الوسيطة هي بين القمة الاستراتيجية وبين الناس، يعني عملياً الناس على الأرض هن الرعاية، هن الكهنة، هن الهيئات اللي بتشتغل، تعمل عمل اجتماعي، تعمل عمل طبي، مستوصفات، مدارس أحد وغيره. هذه العملية على الأرض، بينما في شيء بده يربطها بالقمة اللي هي إدارات الوسيطة، اللي هي بين الأبرشيات، يعني ضمن الأبرشيات بتكون بين المطران وبين الأرشمندريتية والمجموعات الكهنة متخصصين اللي هن بيراقبوا اللي بيصير على الأرض. طبعا ترصد المحيط كمان إدارات الوسيطة، مش بس إدارات ترصد المحيط، والإدارات الصغرى ترصد المحيط أيضا من أجل أن تعمل في هذا الاتجاه. كلما تقدمنا نزولا في التراتبية، كلما أصبح التوجه أكثر عملانية وتطبيقية، كل ما طلعنا طلوع، كل ما رحنا نحو استراتيجية أكثر. مواقع التنفيذية حكينا عنها، هي تؤمن إنتاج الخدمات التي تقدمها المنظمة، يعني المباشرة، العلاقة المباشرة مع الرعاية، مع الناس، مع الجماعة المؤمنة. تتابع حاجات المستفيدين، هذه حكيناها كمان. تكنوقراط المستشار، هلا بكل مؤسسة
غير هالجهاز هذا اللي هو الرأس والوسط والقاعدة، في مجموعات بدها تقدم دعم تقني، يعني مستشارين البطركيات، مستشارين الأبرشيات اللي بيساعدوا بالرعاية، أعضاء اللجان، هو اللي كلهم تكنوقراط ومستشارون يرفضوا بالرأي، منهم بيكونوا متطوعين ومنهم بيكونوا موظفين لكي يقوموا برفض، بده ياخذ القرار، يكون عنده معطيات كيف يأخذ القرار، على اي مستوى اللي كان، ان كنت جاي هنا رعيه بدي افتح مستوصف او بدي اعمل مثلا نادي رياضي، وان كنت مطران بدي اعمر ما بعرف مدرسه او جامعه، او ان كنت بترك بدي اعمل، كله بحاجه لرفض بالراي من قبل تكنوقراط ومستشارون، لانه بدونهم ما في يعملوا شيء. المستويات الثلاثه هي العملاني والسياسي والاستراتيجي، مثل ما حكينا عنهم هذه الساعه. وظائف الدعم العملاني هي كل المؤسسات اللي بتساعد بالدعم، يعني مثلا بيعملوا صيانه الابنيه، وهو كلهم جزء من حياه المؤسسه وتابعين لها، وفيها تكون تابعه لها، يعني في كنائس عندها اياها تابعه لها، جزء من عملها بتعمله لها وللخارج. هلا رسم بياني، هذا المنظومه، هذا موديل تبع مينسبرغ، هذا باحث بجامعه ناجل بيفرجي اللي حكيته هو ذاته، في رأس استراتيجي فوق، وفي الإدارات الوسيطة، وفي المنفذين على الأرض، وفي على الجنبين اللي هن المستشارون التكنولوجيات والدعم العملاني. هلا وصلنا للقيادة، القيادة أهم شيء، القيادة بكل هالمجموعة، نوعية القائد تحدد كيف بدها تصير المؤسسة، قدرات القائد، عقلية القائد، قيم القائد، ذهنية القائد تحدد كيف سوف تسير هذه المؤسسة. يعني من شوي كانوا عم رتلوا الشباب هون، وهالجو الرائعة الله يبارك وبهنيكم عليها، كلهم يعرفوا رتلوا عم يقروا، بس كلهم كانوا عينيهم بين الورقة وبين رئيس الأوركسترا، لأن كان عم يعطيهم هو بإيديه الإيقاع. القائد هو ضابط الإيقاع للمؤسسة، فيها تكون عناصر ممتازة ما عندها قائد جيد، بيصير مجموعة عم تفوت ببعضها. إذا ما كان في قائد قوي ممتاز ما بيقدر يمشي المجموعة مثل ما لازم، بتروح الطاقات هدراً. فإذن هو الذي، القيادة هي شغلة نفسية، هو الذي يعمل المجموع، الذي يجعل أن يعمل المجموع بالدفاع والثبات نحو تحقيق الأهداف. وهذا ميزة نفسية اجتماعية تسهل للجماعة تحديد أهدافها وتحفزها للسير نحوها. القيادة على كل مستوى، بطريرك هو قائد، المطران هو قائد، كاهن الرعية هو قائد. بعدين أول شيء ترجع حسب نوعيته القيادية للشخص، حسب تربيته، عقليته، قدراته على التصرف، حسب المحيط اللي عم يتعامل معه، إذا كان محيط بيسمح له يمارس قيادية عليا أو قيادية محدودة حسب الحجم. القيادة هي المورد المفتاح في حيز الموارد البشرية، بدون قيادة تتحول الجماعة إلى مجموع فوضوي لا فاعلية له. كفايات القائد، بيكون عنده ثلاث كفايات أساسية القائد: قدرات تقنية، أن يعرف ماذا يجري، يعني بده يكون بالكنيسة اليهودية، بده يكون بالكنيسة الليتورجية إلى آخره، طبعا بده يكون عنده قدرات إنسانية، يعرف يحكي مع الناس، يعمل مع الجماعات، ديناميات الجماعة، يتفاعل مع الناس، يقود الناس. بده يكون عنده القدرة المفاهيمية اللي هي أخطر شيء بالقيادة، أن يستطيع أن يفهم المحيط وأن يحول الواقع إلى مفاهيم، وأن ينتج مفاهيم، يعني ينتج أفكار جديدة لكي تكون هذه المؤسسة قادرة أن تذهب إلى الأمام. ما فيها تمشي للأمام مؤسسة إذا ما عندها قائد عم ينتج مفاهيم جديدة لتوجهات جديدة، ولا بضل مثل ما هو عم بكرر حاله إلى عقود سوف تأتي. كفايات القائد، الكفايات التقنية تتعاطى بالأشياء، الإنسانية تتعاطى بالأشخاص، والمفاهيمية تتعاطى بالأفكار. كلما ارتفعت مكانة القائد كلما أصبح أقرب إلى استراتيجية مثل ما حكينا، منه إلى العملانية. دائما هيك، بس من الضروري يكون عنده قدرة على أنه يفهم شو عم يصير بالعملانية كي لا يغدر بما يجري على الأرض. إذا لم يستطع القائد السير في هذا الاتجاه بيصير عنده ضعف الإداء وقدرته على التقدم تتوقف. أهمية الرؤية، الفيجن، يوم تقروا بكل الشركات بيبعثوا لكم بروشور فيجن ادمشن وفاليوز تبعنا، الشركات كلها بتستعمل. باي ذا واي لازم تعرفوا شغله مهمه كثير،
انه اذا انا عم بستعمل هون بعض المفاهيم المؤسسات الاداريه بعض مفاهيم المانجمنت والاورجانيزيشن ما ننسى شغله او لازم تعرفوها انه اساسا البزنس انتربرايز مؤسسات الانتاج اخذت تنظيماتها الاوليه عن الكنيسه وليس العكس. مش الكنيسه عم تقلد الشركات الانتاجيه، الشركات الانتاجيه عندما بدات تاخذ تركيبه الكنيسه وتستلهمها تصير مركبه بالشكل اللي تركبت فيه. الرؤيه فيجن، اذا ما في فيجن كل الباقي ما في إلقان. الفيجن مربوطه بالبعد الاستراتيجي عند القائد بده يمشي بهالمؤسسه. يعني انا عندي كنيسه طويله عريضه، انا بطريرك او انا رئيس ابرشيه، انا متروبوليت، بدي اشوف كيف بدي اتصرف، كيف بدي تتطور الامور معي. يعني في ابرشيات انا عيشتها وعيشت في محلي تدريجيا، وهلا عم يرجع يعاد بناء في جنوب لبنان مثلا. انا عشت الانهيار تبعها وعشت اعاده التكوين تبعها، انه كان في ما في رؤيه لشيء. اكثر مره قعدت مع الراعي تبع مسدس الرحمات، بس انه ما كان في انه هو قاعد بمطرحه وابرشيته بمطرحه، كان يصير في اشياء بمنطقه تاذي اللي قاعدين بهذيك المنطقه، لانه لهالدرجه ما كان في رؤيه للقصه. هي تشمل القيم والمعتقدات التي تجمع افراد الجماعه المنظمه. طبعا الرؤيه بدها تشمل كل شيء، اساس هي، وهي جزء من ثقافه المنظمه وتربط الواقع بالمستقبل وتشكل عنصرا اساسيا في العمل القيادي. قائد مش قلت لكم شوي بلا رؤيه قائد ما في يوصل مطرح يتشارك فيه القائد مع الجماعة المنظمة من أجل تحفيزها على العمل. هون بده يكون في ضرورة الشراكة بين القائد والأتباع أو المخلصين أو الانفدال تبعه followers بالرؤية. مش كله فيهم يفهموها بذات المعنى، القائد الأعلى بيفهمها بشيء والكل ما نزل بالدرجات بالترتب بيفهموها بشكل آخر، بس بده يكون قادرين يفهموها. يعني مش هيك في كتير أحيان ناس على مستوى رعي ينتقدوا شيء صار على مستوى الأبرشية أو البطريركية، لأنه بيكونوا مش فهمانين الرؤية، ليش عمل هيك البطرك أو البطرة، ليش تصرف هيك بهالموضوع الفلاني، ليش صار هيك، لأنه في رؤية هني ما بيعرفوها كلها وهم مش مفسرين منيح كفاية. في عطول ضرورة interpretation للرؤية على عدة مستويات لكل الناس اللي هن جزء من هالمجموع البشري اللي هو المنظمة الجمعية الحزب بالحالة هون الكنيسة. القائد طبعا بده يأمن دعم لجماعته، لجماعته بمعنى هون لأتباع الفولورز تبعه سيفيدال، بيقدم لهم الدعم التقني، بيقدم لهم الدعم التسهيلي فاسيليتيشن، بده يقدم الدعم المعنوي والنفسي، اي انه يحفز على العمل. هذا كله هلا اكيد هذا كله اشياء بنعيشها وانتم عايشينها طبعا، بس انا عم حاول اطرها واعطيها يعني فريم ورك العلمي او التنظيمي والمانجيريال. القائد والإدارة في فرق بيناتهم، ما في يكون القائد ما في يكون إدارة، الإدارة عنده أشياء يضبط الأمور ويركز على النظم بيمشي، بينما القائد عنده غير شيء، القائد في عنده زخم إلى الأمام، الإدارة في يكون قاعد محله عم يحسن يدير الأمور. ما فيها تمشي المؤسسات بإدارة بحت، ما فيها تمشي إلى الأمام إلا بوجود القائد. تفاعل المؤسسة مع محيطها، هلأ خصائص المحيط، المحيطات التي نحيا فيها في القرن 21 محيطات إجمالاً عدائية، في كل محيط اجتماعي عناصر عدائية، شفنا من شوية الفيديو كله عدائي، فيها تنوع ما هب ودب من أشكال وأنواع الأفكار والبشر والمجموعات والجماعات والجمعيات وغيره، فيها تعقيد معقد جداً، صرنا ندرس إذا كان بيعملوا ردة فعل عليها هولي هيك وهولي هيك، مجتمعات صارت معقدة، وفيها استقرار، ما فيها استقرار، انها مجتمعات غير مستقره، محيطات غير مستقره. الابعاد في المحيط في البعد الثقافي الاجتماعي الحقوقي السياسي الاقتصادي التربوي الديني النفسي التقني وسياسات التفاعل. سياسات التفاعل فيها نعمل انعزال تام عن المحيط، نتجاهل المحيط، هذا اخطر شيء بيصير، هذا اللي صار فينا تاريخيا، نلغي أي شعور بالعالم الخارجي، ننطوي على نفسنا إلى حد القوقعة والاختفاء تدريجياً أو التهميش، وهذه سياسة انتحارية في عصر التحولات الكبرى. هذا مثل السكت وشهودها والمجموعات المسكرة على بعضها. سياسة الثانية الانفتاح الجزئي،
تعمل تسوية بينه وبين محيطه، بس هذا خطر لأنه بضيعوا الناس. يعني الكنيسة ما فيها تاخذ موقف نص وسطي بين كثير من الظواهر عم تصير بالعالم. ترضي بذلك الضغوط الخارجية بس بتكون محل للمشكلة. الانفتاح التام أو سياسة الحرباء مثل الحربية بتاخذ اللون شو ما صار تمشي معهم، هذا مش شغلة الكنيسة أبدا. بس هذه سياسات معتمدة من سياسيين ومن جمعيات ومن أحزاب ياخذوا لون المكان اللي عايشين فيه، بس هذا بعتبره شيء خطر ما بيقدر ينطبق على الكنيسة، وهذا حذر جدا. هلا في قدرة عالية وفعالية إنما منه شيء بيشرف. التفاعل بده يكون أفضل من التفاعل من أجل التغيير. نتقبل بعض التفاعل، صوت خالص، نتقبل بعض التفاعل يمكن شي 10 دقائق بقى. أنا قلت لي معي ساعة. هو موضوع جاف بعرف، مش كل الناس تستسيقه، بس كان بدي وصل المسج هذا ضروري ويضل معكم بعدين يشوفوا. يعني في الكنيسة أو أي مؤسسة أخرى تتفاعل مع المحيط بشكل جزئي من أجل أن تغير في هذا المحيط، حتى ما تكون عندي جفا مع المحيط تتفاعل معه. يعني ما بروح معك تعا معه بس رجع أجيبه لعندك، بهالمنطق هيدا. بس بده طبعا سوية عالية للأعضاء وللناس اللي فيها، التناغم المناسب مع المحيط. فإذا الخيارات المناسبة في هيدا بسموه تيونينج، الفاين تيون. إذا كنت أوفر تيوند ما بيتقبلك محيطك، إذا كنت أندر تيوند ما بيتقبلك، تكون تيوند على قد محيطك. هون برجع بقولكم حسن رصد وفهم المحيط والتفاعل معه. هون ضروري إنه بالتفاعل نحافظ على أمرين أساسيين، الهوية والتفاعل. ما في اتفاعل بشكل خليني أفقد هويتي، ما في أعمل من هويتي كمان مجموع جامد متحجر. بتكون عندي مرونة، لا تكن قاسيا فتكسر ولا لينا فتغفر. بتكون هويتي متفاعلة، بس هويتي بتبقى. أنا كنيستنا صار فيها كثير مودرنيزم، صار فيها كثير تحديث من 20-30 سنة لليوم، بس بعضها محافظة على هويتها. هذا شيء أساسي. في كنائس أخرى فقدت كثير من هويتها وصارت عندها ألوان هناك. هيك بنرد على التحديات وبنضل محافظين على رأس مالنا البشري. هلأ مهم كثير نعرف هون من هم الشركاء الاجتماعيين للمؤسسة للكنيسة. كل جماعة منظمة، يعني الكنيسة هون عندها stake holders، بالمعنى آخر من هم معنيون بعملها وأمرها. هون احتركهم بعدين الاكزرسايز يمارسوه بعدين الشباب بالدورات التدريبية. هل stake holders هون فيهم يكونوا إيجابيين يعطوها الدعم، فيكونوا سلبيين يعطوها المنافسة أو الأذى. هون بدها تعرف تحدد من هم ستيك هولدرز بمحيطها. يعني بالفرنسي بسمون بارتي برونال، اذا حدا بهمه بالفرنسي يعرف شو هي. هم الجمهور المنظم، جمهورها، كونستيتيونسي تبعها، موظفينا، مموليها، مستفيدون من خدماتها، مؤسسات الحكوميه، هيئات المجتمع المدني، جماعات الضغط الاجتماعي، حسب. بس هم موجودين كلهم بالمحيط، عم تتفاعل معهم المؤسسه بهالحالة الكنيسي بشكل أو بآخر. هلأ ورش عمل تطبيقية ومواضيع للتفكير. ما هي الفوارق بين هيكليات الكنيسة والهيكلية العامة للمنظمة كما وردت؟ من هم شركاء الكنيسة في عملها وحياتها اليومية وتطلعاتها استراتيجية؟ بتكون قادر أعمل مابينج للمحيط تبعي. هل من الممكن تقريب تنظيم الكنيسة إلى تنظيم المؤسسات الأخرى الفاعلة في المجتمع؟ ما هي السمات الفضلة للقائد الكنسي بدي طبقها هون؟ ما هو دور الإيمان المسيحي في حسن تنظيم عمل المؤسسة الكنسية؟ راح أعطيكم الدوكيما، ما تصوروا، راح أخليه معكم، هلا راح يضل عندكم. مثلاً هون هذا نموذج من مؤسسة كنسية برا، Congregation Church Board، نظمة مثل شركة، بس هذه مجموعة إيمانية نظمة مثل شركة، عندها لجان أودت، عندها أودت محاسب، عندها فاينانس، عندها فاسيليتي، إدارة الأبنية، إدارة الصيانة. هذا مثلا هون مجموعة تانية، سان جونز أورجانيزيشنال تشارت، إذا بتكبرها بتشوفوا المؤسسات بقلبها كأنها شركة، كأنها بزنس. لأنه إذا ما صارت هيك بتشتغل برات العمل الإيماني، عم بحكي بالعمل التاني، ما
بدها تضل مخلعه ومضعضعه ومهدوره طاقاتها وثروتها ناسها وممتلكاتها. هيدي مثلا نموذج عندهم شيء بسموه الجفرنس والمينستري. طبعا الجفرنس هي الحوكمه والمينستري هي تنفيذ العمل. هون بيكون في كمان توازن وتناغم بين الحوكمه وبين التنفيذ على الارض. هون مهم كثير التواصل، تواصل صعودا ونزولا، وقطع التواصل هو اخطر شيء بيصير بمؤسسه من هالنوع. هيدي مثلا كوبتيك اورثودوكس يوث اورجانيزيشن، هي تبع شبيبه الاقباط، عندهم ادفرتايزمنت اند ماركتينج. تصوروا شو عندهم، عندهم ادفرتايزمنت ماركتينج، سبيريتشوال مينستر بذات الوقت، كوميونيتي سيرفيس سنتر، سبورتس، سبيشال ايفنتس، فاند ريزنج، كله عاملين، كله موجود مع بعضه. الايمان موجود والتربيه المسيحيه موجوده، بذات الوقت بدي اعمل لها اعمال عملانيه واداريه وتنظيميه وماليه موازيه لها، لان هذيك لحالها ما فيها تستمر. هذا اخر سلايد، الملهم والقائد الاسمى المخلص المتجسد له المجد والاكرام. شكرا. نصلح. ان شاء الله اكون ما خليت بعض يتجر او ينزعج، لانه هذا موضوع متخصص جدا، بس رح اعتبرته وثيقه رح خليها لل، يعني انا كان بالهاجس عندي انه بدهم يتخرجوا يصيروا رعاة، يعني رعية محلية، بيصيروا يمكن مطارنة مطارتي، خلي يصير عندهم هالعقلية. أهم شيء عقلية السيستم ثينكينج وعقلية الأورجانيزيشن ثينكينج، لأنه بهالمنطقة فينا نضبطها ونحافظ عليها للمؤسسة. وشكرا لحسن الاستماع. لا خلص خلص بكفي مرة واحدة بكفي. رح خلي الدوكيمنت هون أبونا، رح شيله حطه على الديسكتوب عندكم. هلا بدنا ناخذ الاسئله، اذا في اسئله طبعا.